أمير سعود لهايك مجددا دوين جاكسون. دوين شوفوا بيطلع لبرا دائما علي محمد ليأمن السايز بمواجهة دوين جاكسون. اميزنج دي جي. طب من برا لداريان تاونز، خمس ثواني. داريان على لو بوست بده يبرم، بيطلع لبرا عند رودريك عقل وبياخذ لقدام وبيسجل العقل. يمكن وائل كان بيستاهل بمطرح ياخذ تو شوت. دوين جاكسون، دوين جاكسون. مازن نايم للمايك، في برام مايك، مايك للبوجي بايده الشمال. مازن البوجي عم يسجل نقطه السادسه. يلي عملوا هايك ممتاز جدا بالوقت يلي مايك في برام ياخذ الثلاثيه. بيك شوت من بيك مايك. 45 ثانيه بالتحديد متبقيين، بس البوجي بيعمل سكرين لامير سعود وائل عراقجي لدوين جاكسون. اوبن شوت دوين جاكسون. دي جي بأشمل الألحان، قلت لكم عم يلعب.